بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثالث النهاردة من محمد متولي الشعراوي رحمه الله. المناصب التي تولاها عين مدرسا بمعهد طنطا الأزهري، وعمل به ثم نقل إلى معهد الإسكندرية ثم معهد الزقازيق. أعير للعمل بالسعودية سنة 1950 ميلاديا، وعمل مدرسا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. عين وكيلا لمعهد طنطا الأزهري سنة 1960 ميلاديا. أيضا عين الشيخ محمد متولي الشعراوي مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1961 ميلاديا. أيضا عين مفتشا للعلوم العربية بالأزهر الشريف سنة 1962 ميلاديا. عين مديرا لمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون سنة 1964 ميلادية. ثم عين رئيسا لبعثة الأزهر في الجزائر سنة 1966 ميلادية. عين أستاذا زائرا بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1970 ميلادية. أيضا عين رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز سنة 1972 ميلادية. ثم بعد ذلك عين الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر لجمهورية مصر العربية سنة 1976 ميلاديا. بعد ذلك عين عضوا بمجمع البحوث الإسلامية سنة 1980 ميلاديا. ثم اختير عضوا بمجلس الشورى لجمهورية مصر العربية أيضا عام 1980 ميلاديا. بعد ذلك عرضت عليه مشيخة الأزهر وكذا منصب في عدد من الدول الإسلامية، لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية. وإلى اللقاء آخر إن شاء الله.